وللتفاصيل ينضم إلينا هاتفيا من روما رئيس الرابطة الطبية الأوروبية الشرق أوسطية الدكتور فؤاد عودة. دكتور فؤاد، كيف تابعت تصريحات منظمة الصحة العالمية أولا حول أعداد وفيات كورونا، ثم عن متحور مو الذي يعني يبدو أن اللقاحات لن تكون مؤثرة عليه؟ نعم، تحياتي للجميع. بالنسبة لمنظمة الصحة العالمية في والإحصائيات في العالم، اليوم بعد تقريبا شهرين بارتفاع عدد الإصابات في كثير من الدول وخصوصا في أوروبا، في اليوم من أسبوع تقريبا استقرار أعداد المصابين في أوروبا. في بعض الدول الغير أوروبية اللي كان فيها انتشار كبير كورونا فيروس، وكل هذا بسبب سلالة دلتا الكثيرة الانتشار وقوية بالانتشار خصوصا بين الأطفال والشباب. وزي ما احنا لاحظنا انه موجودين تقريبا من 3 أشهر في موجة السلالات الجديدة، وكثير من هذه السلالات توجد فيها طفرات جديدة مثل دلتا فيها تقريبا 13 سلالة، وكل سلالة فيها طفرة تختلف عن الطفرة الثانية. نفس الشيء في سلالة بيتا، في طفرات كثيرة، وفي الطفرة الجديدة في سلالة بيتا وهي سلالة مو التي نتكلم عنها في آخر ساعات، مثل ما تكلمنا بالسابق عن ألفا وبيتا وجاما، وأذكر أخرى سلالة لامبدا اللي موجودة في جنوب أمريكا اللي قوية للانتشار، في نفس الوقت تقاوم اللقاحات لأنه فيها عندها طفرات داخلها تقاوم اللقاحات بشكل قوي. ونفس الشيء في بعض الدول العربية، في عندنا سلالات التي تتميز بالدول العربية مثل السلالة الجزائرية، السلالة اللبنانية والليبية، لأنه الفيروس تعايش كثير مع سكان الدولة ومع الطقس نفسه. عشان هيك اليوم الوسيلة الوحيدة لمقاومة السلالات وانخفاض عدد الإصابات هي التطعيم مع اللقاحات واستمرار استعمال المسحات الجديدة المتطورة التي تكتشف وتشخص السلالات الجديدة. اليوم وصلنا تقريبا أزيد من 40 سلالة في العالم، 15 التي نتكلم عنها بكثير. نعم، أشكرك جزيلا من روما الدكتور فؤاد عودة رئيس الرابطة الطبية الأوروبية الشرق أوسطية.